حضرات السيدات، حضرات السادة، إن السنة البينية ما بين الذكرى 67 واحتفالية الذكرى 68 مرت بعدة محطات يتصدرها حادث الزلزال الأليم الذي ضرب مدينة مراكش وإقليمي الحوز وشيشاوة، فقد تجندت إبانه مصالح الأمن الوطني بهذه الولاية على غرار بقية القوات العمومية والسلطات العامة تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووفق التوجيهات الميدانية للسيد المدير العام للأمن الوطني ودعمه المباشر، وبرهنت عن قدرة وثبات وضبط للنفس، وقامت بمبادرات مشهودة وخطوات استعجالية استطاعت خلالها ضمان الأمن والنظام العموميين، حيث بادرت بتسهيل التواصل مع المواطنين لتخفيف حدة الدور وتحقيق التهدئة العامة وامتصاص المخاوف بشأن الأمن العام، وتم تعبئة جميع الموارد البشرية بزيد التدخل وتسخير جميع اللوجستيك الأمني بالفضاء العام، واستمر حضور الأمن الوطني بقوة مما وفر قدرا كبيرا من الهدوء العام ومنع أي فوضى وكبح أي قصد أو نية إجرامية. وقد تم تثبيت 63 وحدة أمنية بالشارع العام وأخرى متنقلة للمراقبة الترابية وتفقد الأحياء وأماكن تجمع المواطنين والمواقع الحساسة والأبناك والحي الصناعي وغيرها من القطاعات والمواقع الموجبة للحماية في ذلك الظرف الدقيق، وتطويق الأماكن المنهارة وإحداث خلية قيادية للتواصل مع السلطات لتتبع الحالة العامة. كما اشتملت الجهود على وضع ترتيبات أمنية دائمة على مدار الساعة بمراكز الإيواء ومواكبة عمليات نقل وإنزال وإسكان التلميذات والتلاميذ ضحايا زلزال إقليم الحوز، ومساعدة السلطات المحلية في أعمالها اليومية وحراسة المورود الثقافي والسياحي وتأمين المزارات التاريخية وانتداب الشرطة العلمية. وفي نفس التربية الحساسة وفي ظل الاحتياجات الآنية المطلوبة بإيحاء لفائدة ضحايا الزلزال وتعاظم أهمية دور التدخلات الإنسانية، فإننا نستحضر بكل فخر واعتزاز تدخل السيد المدير العام للأمن الوطني مباشرة بعد الهزة الأرضية من أجل التخفيف من آثار الكارثة، من خلال انتداب وحدتين للمطعمة متخصصتين في إعداد مادة الخبز لفائدة الساكنة القروية المتضررة. ومنذ انطلاق العمل الميداني بإقليم الحوز يوم 10 شتنبر من السنة المصارمة وإلى غاية يوم 12 نوفمبر من سنة 2023 تم إنتاج ما مجموعه 364,440 قطعة من مادة الخبز بإنتاج يومي بلغ حوالي 6,000 قطعة.